لمسات رمضانية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه. رعى الله أياما تقضت بطيبات وحيا ليال ما عرفت لها قدرا. رعى الله تقطت بطيبة وحيا ليال ما عرفت لها قدرا. ليالي وصال ليالي وصال لو تباع شريتها براحي لو تباع شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى. ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي ولكن لا 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 تباع ولا تشرى. وأدخل من باب السلام مسلما على الهادي وأفرح بالبشرى فكل شفيعا يا أجل الورى قدرا. وادخل من باب السلام مسلما على الهادي على الهادي وافرح بالبشرى وأقول وأقول يا رسول الله جئتك قاصدا فكن لي شفيعا يا جل الورى قدرا. يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا يشبه البدر. حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا يشبه البدر. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أولاك يا زينة الوجود.
أطاب عيشي على وجودي، ألا ترنمت في صلاتي على ركوعي على سجودي؟ اللهم صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله
فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله فجزاه فرح. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه مسلم. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الشكر كله، اللهم لك الرضا كله. أنت الله لا إله إلا أنت، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك 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 ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما ألطفك، سبحانك سبحانك. أنت الذي رزقتنا، وأنت الذي خلقتنا، وأنت الذي صورتنا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك. سبحانك من يسبح بحمدك كل شيء، سبحانك من خضع لك كل شيء، سبحانك سبحانك ذلت لك رقابنا، سبحانك سبحانك ذلت لك جباهنا، سبحانك سبحانك خضعت بين يديك قلوبنا، سبحانك سبحانك أنت الله ونحن عباد من عبادك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا رب في هذه الليلة، في هذه الليلة نسألك يا رب، في هذه الساعات نسألك يا رب، يا رب نسألك ببركة من صام بي في هذا الشهر العظيم، نسألك يا رب ببركة القائمين والصائمين والتالين لكتابك، نسألك اللهم ببركة الذاكرين لك كثيرا والذاكرات، نسألك اللهم ببركة الطائفين والطائفات،
نسألك اللهم ببركة الخاشعين والخاشعات. يا رب، هذه الليالي الأخيرة من رمضان، يا رب، وهذه الدقائق الأخيرة، هذه ليلة القدر، يا رب، ستدخل علينا ليلة القدر، ليلة القدر التي وصفتها بأنها خير من ألف شهر. يا رب، هذه الليلة تتنزل فيها الرحمات، هذه الليلة تتنزل فيها الأعطيات، هذه الليلة تتنزل فيها من الكرامات الإلهية ما لا يعد ولا يحصى. اللهم اجعلنا من أهل هذه الليلة، اللهم اجعلنا ممن يتعرض لنفحات هذه الليلة، اللهم اجعلنا ممن يستشعر عظمة هذه الليلة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا كريم يا رحيم يا الله يا الله يا الله، تضرعنا إليك، تضرعنا إليك، أيدينا مرفوعة إليك، قلوبنا متوجهة إليك، دموعنا تذرف، عيوننا تذرف بين يديك. يا رب يا رب يا رب، سبحانك أنت الله، أنت الرحيم، أنت الرحمن. يا رب، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا صاحب حاجة إلا قضيت له حاجته. يا قديم الإحسان، يا ذا الجود والعطاء، يا رب، يا صاحب الفضل، يا صاحب الفضل، يا صاحب الجود، يا صاحب الكرم، إلهي، يا خالقي ومولاي ورازقي، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا، وأسررنا وأعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، كل شيء هالك إلا وجهك. يا رب يا رب يا رب، نسألك العفو والعافية، نسألك المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحينا مسلمين، اللهم أمتنا مسلمين، اللهم ألحقنا بركب الصالحين. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم أبعدنا عن معصيتك، اللهم احفظنا واحفظ أولادنا، اللهم احفظنا واحفظ أزواجنا، اللهم احفظنا واحفظ أرحامنا، اللهم احفظنا واحفظ كل المسلمين أجمعين. يا سامع الصوت، يا مدرك الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا رب يا رب، يا من نجى موسى في التابوت، وجعل يونس في بطن الحوت، وحفظ محمدا بنسيج العنكبوت، نسألك أن تغفر لنا مغفرة عامة قبل أن نموت. يا رب، يا أنيس المستأنسين، يا جليس الذاكرين، اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس. يا رب، أنت ربنا، أنت رب المستضعفين. يا رب يا رب، يا سامعا لصوت المظلومين،
يا شاهدا غير غائب، يا حاضرا غير غائب، يا من يعلم مكاننا ويسمع دعاءنا، فوضنا أمورنا إليك وألجأنا حوائجنا بين يديك. لا مهرب منك إلا إليك، لا مهرب من نارك إلا إليك، ولا مهرب من سطوتك إلا إليك، ولا مهرب من جهنم إلا إليك، ولا مهرب من غضبك إلا إليك. أنت الله الرحيم، أنت الله الكريم، أنت الله اللطيف، أنت الله لا إله إلا أنت. نشهدك شهادة عبد موحد، نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، نشهد بوحدانيتك، ونشهد بفرديتك، ونشهد بألوهيتك. لا إله غيرك، لا رب سواك. يا رب اعترفنا بذنوبنا وآثامنا وخطايانا، فمن يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر السيئات إلا أنت، ومن يستر العيوب إلا أنت. يا رب في هذه الليلة، في هذه الساعات من شهر رمضان، تجلى علينا بالقبول، تجلى علينا بالقبول، تجلى علينا بالقبول. نحن ووالدينا وأولادنا وأرحامنا والمسلمين أجمعين، يا خير من سئل، يا خير من أعطى، يا جواد نطلب جوادك، يا كريم نطلب كرمك، يا رحيم نستمطر رحمتك. يا الله، يا رب، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أنا عبدك الضعيف المعترف بتقصيره المقر بذنوبه، فاغفر لنا كل ذلك. احفظ لنا أولادنا، واحفظ علينا صحتنا، واحفظ علينا ديننا. اللهم يا رب ثبتنا بقولك الثابت، اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تستطيع مع انفوجرافيك الوصول لأكثر من 2 مليون متابع في النمسا شهريا. من خلال منصاتنا الإلكترونية، معا نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع لإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوغراف، شريك النجاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير من نزل النفوس أراحل بالأمس جئت فكيف سترحل بكت القلوب على وداعك حرقة كيف العيون إذا رحلت ستفعل
ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا وشهور باقي العام كم تتمهل. ها أنت تمضي يا حبيب وعمرنا يمضي ومن يدري أنت ستقبل. فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعظم أجرها هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل. اعتق رقابا قد أتتك يزيدها شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا هلا عفوت فما سواك سأسأل. رمضان لا تمضي وفينا غافل ما كان يدعو الله أو يتذلل. حتى يعود لربه متضرعا فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي من قادم الأيام أم نتقابل. فالقلب غاية سعده سيعيشها والعين في لقياك سوف تكحل. إنفكرات لنكتمل بالمعرفة. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.